طيب نبدا بقى نقول هنعمل ايه في الحلو عشان نبقى عملنا لهم حلو وحاجه. طيب انا هعمل المافن الشوكولاته اللي هو مقاديره كالاتي. عندي 250 جرام من الدقيق، يعني ربع كيلو من الدقيق. هنعمل حوالي كوبايتين الا ربع، كوبايتين الا ربع بالمعياريه. طيب 150 جرام سكر، 150 جرام سكر يعني حوالي كوبايه سكر. نص معلقه كبيره من الكاكاو الخام، ويا ريت نجيب نوع يكون حلو، شوكولاته تكون نوعها حلو خام بس ليها طعم. طيب نص معلقه صغيره بيكنج صودا اللي هي بيكربونات الصودا، ودي بتتباع عند العطار برضو. رشه ملح، نص معلقه صغيره من الفانيليا، 125 جرام شوكولاته خام يعني حوالي كوبايه الا ربع، 250 مللي لبن، 250 مللي لبن يعني حوالي كوبايه لبن. هنشوف دلوقتي واحنا مع بعض، انا هعاير وهقول لحضراتكم. 2 بيضه، 80 مللي زيت يعني حوالي تلت كوبايه زيت تقريبا يعني. هقول تاني، المافن الشوكولاته نص 250 جرام من الدقيق، 150 جرام سكر، نص معلقه كبيره كاكاو، 2 معلقه صغيره بيكنج باودر، نص معلقه صغيره بيكنج صودا، رشه ملح، نص معلقه صغيره فانيليا، 125 جرام شوكولاته خام، 250 مللي لبن، 2 بيضه، 80 مللي زيت يعني حوالي تلت كوبايه زيت. اللبن هنشوف دلوقتي واحنا مع بعض هنشتغل ازاي. خليني اخلي الكاكاو والشوكولاته هنا في جنب. طبعا انا هحتاج برضو قوالب المافن. خليني ابص كده على المافن اللي احنا عملناه. بصوا بقى، بصوا الجمال. خليني احاول اطلعه مع حضراتكم. شوف بس كده، ده بقيله هسه، بقيله هسه. ممكن احط عليه بس ورقه فايل عشان ما يحمرش اللون اكتر من اللازم، ان هو من جوه اللي محتاج سنه. طيب عادي الفايل، وده لو حصل لنا انا بتعامل كاني في البيت والله، كان الحاجه دي بتحصل معايا عادي في البيت، هعملها قدام حضراتكم عادي جدا عشان برضو لو انتوا لقيتوا اللون احمر كده ما تخافوش. احط كده، كده هو هيستوي، هيكمل سواه ومش هيحمر تاني عن الدرجه اللي انا شفتها في الفرن. خلاص نيجي بقى نقول بسم الله وناخد بوله. افكر كده بوله لطيفه اهي. تعالي صفي كده الميه. انا بحاول ان انا اعمل كله على ايدي، يعني بمعنى ان انا مش عايزه استخدم العجان خالص عشان ما تبقوش حاسين انه دبكه. تقعدي بقى تنضفي العجان وتشطفي مش عارف ايه، فخلينا نسهل الامور شويه. اول حاجه بسم الله ناخد البيض، طبعا زي ما اتفقنا بسم الله. ادي اول بيضه. بعمل بعمل مافن الشوكولاته بس بطريقه سهله ولطيفه اهو. وبعدين عندي الفانيليا، هاخد الاول السكر، وبعدين عندي بقى ويسك. ممكن اخد الويسك اللي هو المعدن، مفيش مشكله فيه خالص كده. ضربه بس كده اديله اضربه جامد كده. وبعدين عندي الزيت، هنزل بخليط الزيت خفيف قوي بسم الله. بصوا بقى يبقى زي المستحلب كده. وبعدين اللبن، خلي اللبن اخر حاجه. انا هضيف الاول بقى الدقيق عليه، البيكنج باودر وبيكنج صودا، اللي هو البيكنج باودر والبيكربونات الصودا، وبعدين الكاكاو الخام. انا مش مكتره ليه من الكاكاو عشان انا عندي شوكولاته خلاص، فانا مش مكتره. اشيل دول كده، ممكن اخد معلقه كده اقلب بس الخليط بسم الله مع بعض كده. وبعدين ابدا بقى اضيفه هنا. واقلب كده بسم الله.
كده كده تمام. وبعدين نحط بقى اللبن، احنا قلنا قد ايه لبن هنا 250 مللي، هيعملوا حوالي كوباية وربع، كوباية وربع لبن من المعيارية اهو. هزود بقى الباقي. لونه مش هيبقى فاتح كده، ما تقلقوش، احنا هنحط الشوكولاته هيطلع لونه غامق بالشوكولاته، هتدوب جواه وهتبقى روعه. طبعا احنا اتفقنا ان احنا الشوكولاته هنجيبها شوكولاته خام، نوع يكون كويس. اهي هشيل بقى الويس كده، هقلب بسباتيولا عشان ايه، انا خلاص مش محتاجه اعمل فيه حاجه تاني. هندخل بقى ده الفرن وارص انا في القوالب، واسمحوا لي ان احنا نفس قوالب الكب كيك اللي احنا عملنا فيها الحادق هجهزها تاني علشان احط فيها الورق واجهز فيها الحلو بتاعنا. فاصل مشاهدينا صغير، وهستنى حضراتكم بعد الفاصل نكمل باقي وصفاتنا. ورجعنا لكم مشاهدينا مرة تانية بعد الفاصل. انا كل بعمله انا برص الكب كيكس اللي احنا عملناها الحادق اللطيف ده، وعايزة حضراتكم بقى ايه تجربوا.